هنبدأ نتكلم على ازاي نعمل انيميتنج للماركر ده. تمام، بنقول فيها ان في عندنا طريقتين، ان هي الفانس والدروب، دول الطريقتين الموجودين ان احنا نعمل بيهم انيميشن للماركر. يعني بعيد عن ان احنا نخش شكلهم يبقى عامل ازاي، نطبقهم على طول يعني افضل يعني. احنا كان عندنا هنا معرفين يعني الماب بتاعتنا خلاص، وجينا على الماركر، بتاعنا ادينا له البوزيشن اللي احنا عايزينه، وادينا له ماب، وادينا له التايتل، اقول له كوما. ممكن اديله في حاجه اسمها دراجابل، يعني قابل للنقل، يعني اقدر اشد الماركر ولا لا. خليها دلوقتي تروح عشان نشوف برضه تاثيرها. والحته المهمه اللي يهمنا الانيميشن، وهقول في الانيميشن عندي طريقه من الطريقتين، هقول له جوجل دوت مابس دوت انيميشن، مظبوط، دوت دروب، واخترت هنا الانيميشن بتاع الدروب. وتعالى نشوف اللي حصل. لاحظ ان الايه، ان المؤشر ده نط على طول من فوق، يعني عملت الايه في 5 ثواني عشان اعمل ريفريش، اهو جه من فوق ايه ونازل كده بالشكل. طبعا وادي دراجابل ايه، اقدر ان انا احركها زي ما انا عايز. خلاص، كلام جميل. لو جينا خليناها بنص ورجعنا، لاحظ اللي بيحصل، بتتنطط على المكان اللي هي موجوده فيه، صح كده؟ تمام. بدول الايه التو انيميشنز اللي موجودين. طبعا ممكن اقدر اعمل بقى بينهم بقى شغل تاني، ان انا يعني احول ما بينهم، لما كليك اغير ما بينهم. يعني بالمره هو برضو يعتبر ايفنت، بس ناخده مش مشكله خالص. احنا ممكن نقول الماركر الجميل ده في نفس في الفانكشن هنا كده، اقول له يا ماركر دوت اد ليزنر، عايز اضيف لك حاجه تتربط بيك في ايفنت معين. الايفنت ده اللي هو الايفنت بتاع الكليك، لما حد يعمل كليك عليك عايز تعمل ايه يا عمي؟ قلت له عايزك تنادي على كود اسمه توجل بونس. توجل هنا يعني التحويل، يعني اه يا لا، يعني كانك بتدوس عليه يبقى مره يبقى واضع، وتدوس عليه يبقى واضع تاني، تدوس عليه وضع وتدوس عليه يبقى وضع تاني. فانا التوجل بونس انا دي المفترض دي فانكشن هتتربط لما اعمل كليك على الماركر. كده انا ربطت الايفنت بمين؟ الماركر. حلو قوي. المفترض ان يبقى في فانكشن بالاسم ده، بس بالاسم ده عشان تشتغل. فممكن بره الفانكشن دي هقوم عامل نيو فانكشن كده، احنا كده خدنا حته كده ايه ايفنت، مش مشكله، قلت له توجل بونس، وادي بدايتها وادي نهايتها. وجيت هنا قلت له اف ان الماركر ده، بس كده هيقول لي الماركر ده انا مش عارفه، لان الماركر ده فاريبل متشاف جوه مين؟ جوه الفانكشن اللي اسمها لود ماب. قلت له خلاص ماشي، شيله من هنا، خليه هنا ماركر كده، وقبل الفانكشن بره خالص عرف عرف فار ماركر كده بره التو فانكشنز، فيبقى متشاف جوه اللود ماب ومتشاف جوه التوجل ايه؟ بونس بدون مشاكل، ويبقى مسمع في الاثنين. قلت له اف ان الماركر ده دوت جيت انيميشن animations get animation، بس سوري get animation لو كانت لا تساوي null، ما لو null معناها ايه؟ مفيش animation. لا كده، في لو فيها animation، لو فيها animation خلاص، لو فيها animation هتعمل ايه سيادتك؟ قلت له خلي الماركر خلاص دوت set الانيميشن ده لو فيها animation، اللي هو المفروض الدروب. لو فيها الانيميشن بتاع الدروب هتعمل ايه؟ لو فيها الانيميشن بتاع الدروب قلت له سيت الانيميشن، عندنا جيت انيميشن وسيت انيميشن. قلت له سيت الانيميشن بقى، قال لي قول. قلت له خلي نوعه نل،
خلاص ده امتى؟ في حالة ان هو موجود في حاجة اللي هي المفروض دروب، إلس إلس ايه يعني نل. ما هو اول مرة جيت انيميشن اقول له ده دروب فيقول له خلاص خليه فاضي. طب تاني مرة لما تدوس عليه ها هيجي هنا جيت انيميشن يقول لك ده نل، هيقوم داخل في الإلس. هيعمل في الإلس بقى، هيعمل في الإلس. قلت له خلاص في الإلس بقى هنا خلي الماركر دوت سيت الانيميشن، خلي الانيميشن، وقلت له بقى هحدد لك ان الانيميشن بتاعك تكون بقى المره دي بونص ان شكل. يبقى جوجل دوت مابس دوت انيميشن دوت ايه بونص. كلام جميل. اقولها تاني كده على السريع، اول مره هيبقى هو الماركر شايل انيميشن دروب صح؟ هقول له اول مره لا يكون ما يكونش فاضي يعني مليان، هيقول لي مليان، اقول له خلاص شيل الانيميشن منه فيشيل الدروب مش هيخش في الالس. تاني مره جه يخش يقول لك لا ده نال، يبقى يخش في الالس، يبقى حاطط عليه الايه؟ البونص يقعد يتنطط. تالت مره جه يخش يقول لك لا ده مليان، يقول له خلاص وقف فيفضي يبقى نال، يبقى الايه؟ يبقى البونص يقف. رابع مره يخش يقول لك ده فاضي، يقول خلاص خش في الالس يشغل لك البونص والى اخره. يبقى طب واحد يقول لي طب والدروب، اقول له الدروب دروب اول مره، اصلا الدروب انيميشن بيحصل اول مره بس، الدروب اصلا انيميشن بيحصل اول ايه اول مره بس. قلت له ماشي تعال نجرب، مش هنا تعال نجرب هنا، نعمل ريفريش المفروض يبقى في دروب في الاول، ما لحقتش ما حسيتش ان في اي دروبات خالص في الاول. ماشي كليك عليه مش حاجة حصلت، يبقى في مشكلة حصلت معانا هنا. تعال نفتح ده، هو اصلا واخد بونص، قول لا خليه دروب. قبل الفانكشن دي ما تخلص المفروض انا ظبطت له الايه؟ ظبطت له الكليك على توجل بونص على الفانكشن دي، وادي الفانكشن دي اولها وادي اخرها وفيها جمله اف بسيطه. ماشي ايوه عمل دروب فعلا اهو، بعد عمل دروب تعالى نكليك عليه كليكه ما اشتغلتش، في حاجه مش مظبوطه في الايه في الكليك، يعني معنى كده ان الماركر اد ليزنر ما ظبطتش معاه. ماركر مار فعلا ناقصه ار، ماركر اد ليزنر. ماشي نرجع نعمل ريفريش الاول، عمل دروب فعلا، تعالى نكليك عليه عمل فعلا ايه بونص، نكليك عليه كمان المفروض يقف فعلا وقف، خلاص ما كليك عليه تاني عمل بونص. يبقى عرفنا ازاي ان احنا نقلب ما بين الدروب وما بين الباونس او البونص، يعني اي حاجه باونس المفروض صح باونس باونس ودروب، وازاي نخليه لما يكليك نربط الايفنت بحيث ان هو يحول نفسه من باونس لباونس، واول مره بتبقى اصلا دروب. دي الانيميشن للايه ما بين الدروب والباونس.